معنا من عمان عبد الغني الأرياني، الباحث الأول بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. سيد الأرياني، ما قيمة هذا القرار الأمريكي من حيث قدرته على التأثير فعلا على جماعة الحوثي؟ هو لن يؤثر على جماعة الحوثي بنفس القدر الذي سيؤثر فيها على المواطنين اليمنيين العاديين. بومبيو يبدو لي ينطلق من قاعدة رايح تكثر بالفضائح. الحوثيين ليس لديهم أصول في الخارج، وتعاملهم مع الخارج محدود جدا، وأكثر التعامل عبر منظمات الإغاثة الإنسانية، وهي التي ستتضرر من هذا القرار وتزداد تكلفة إيصال المساعدات للمواطنين. وأما بالنسبة في إطار الحركة الحوثية نفسها، فأظن أن المتطرفين في الحركة الحوثية سيستفيدوا على حساب المعتدلين الذين يسعون في اتجاه الصراع. بالتالي أي تأثير تذكر تأثير هذا القرار على عمليات الإغاثة الإنسانية؟ كيف سيكون هذا التأثير بشكل مباشر على المدنيين اليمنيين؟ معنى ذلك أن تكلفة السلة الغذائية تزداد، لأن لكي تقوم منظمات الإغاثة بإيصال المساعدة للمستفيد لابد أن تستخدم وسطاء لكي تتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية، وبالتالي تزداد تكلفة توصيل المساعدة. طبعا لا شك أن الوسطاء سيكونوا من الأشخاص الذين لهم صلات حسنة بالحوثية، وبالتالي فهم مستفيدين. كيف سيتعامل باعتقادك سيد عبد الغني الأرياني الحوثيون مع هذا القرار الأمريكي، مع هذه العقوبات؟ أي رد فعل متوقع منهم؟ لا أعتقد أنهم سيقوموا بأي إجراء، بالعكس هذا ما دام يستطيعوا أنهم يحولوا هذا الإجراء إلى أداة إضافية لإحكام ضدهم على اليمنيين الذين يعيشون في مناطقهم، فلن يبذلوا أي جهد لإلغاء هذا القرار أو تعطيله. هل يمكن لهذا التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية أن يأخذ الجهود الدولية الأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن في اتجاه معين، أن يؤثر عليها؟ طبعا سيعطل لا شك أنه سيكون عائد آخر في طريق السعي نحو مفاوضات السلام الشامل. أولا لأنه يقوي العناصر المتطرفة في الحركة، في حركة أنصار الله نفسها. ثانيا لأنه يجعل التواصل مع الحوثيين بشكل عام صعب. هل يمكن أن تحدو دول أخرى حدو الولايات المتحدة في هذا التصنيف سيد الأرياني؟ قبل الهجوم على مطار عدن كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تفكر في تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية، لكن إذا ثبت أن الحوثيين كانوا خلف الهجوم على مطار عدن، وهذا ما تدعيه بعض الجهات الدولية وبالإضافة للحكومة اليمنية والتحالف، فإذا ثبت ذلك فطبعا كثير من الدول الأخرى قد تضطر أن تصنف الحوثيين كحركة إرهابية. عبد الغني الأرياني الباحث الأول بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من عمان، شكرا جزيلا لك.